السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في جزيرة مافوشي في المالديف. طبعا اليوم بنصور مكان الوصول. إذا العميل بيوصل لهذه الجزيرة بتكون هذه نقطة الوصول، يعني العميل بيغادر من المطار عن طريق قارب سريع والوصول بيكون إلى هذه النقطة في الجزيرة. طبعا هذه الجزيرة جزيرة مافوشي. طبعا الجزيرة مشهورة بالاكتيفيتيز، يعني كثير الكثير من الاكتيفيتيز بتكون في هذه الجزيرة، فمعظم الزبائن او العملاء ينزلوا في هذه الجزيرة عشان الاكتيفيتيز الموجودة فيها. طبعا من نقطة الوصول اللي وضحناها قبل شوي الى الفندق بتكون مشي، ما في سيارات في هذه الجزيرة، ما في وسيلة مواصلات في هذه الجزيرة، فقط الفندق بيستلم الحقائب منك عن طريق توك توك صغير أو باجي نفس حق الجولف، وبحيث أن العميل بيكمل المسافة من نقطة الوصول إلى الفندق مشي. طبعا المسافة قصيرة مش بعيدة، الفنادق كلها قريبة جدا. طبعا هذا الطريق اللي بيمشي فيها العميل. طبعا هذا خط كله حي، يعني اكتيفيتيز في هذا المنطقة الكثير من السواح. طبعا الآن وصلنا لمنطقة الفنادق. طبعا كل الفنادق بيكون متواجدين في هذه المنطقة. طبعا هذا أول فندق، فندق كاني هوتيل. طبعا زي ما وضحنا كل الاكتيفيتيز بتكون في هذه الجزيرة، يعني الغوص، سمك القرش، الدلافين، السلاحف، كثير 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 من الاكتيفيتيز بتكون موجودة في هذه الجزيرة. طبعا بالامكان هنا كمان منطقة للسباحة. وهذا باقي الفنادق في هذه المنطقة، جزيرة مافوشي في المالديف.